الله يسامحك يا أبو حدو، هذا حبك إلي؟ ولا كنت أقول لحالي إنه الحب يلي بتحبني يا ما في زلمة بحبه لمرته، طلع كله كذب بكذب. بس والله أنا بحبك، بحبك واشتقت لك. صلى ايامك يا شهيره. بس والله مو ذنبي، لك شو طالب ايدي ساوي؟ انت غلطتي معي. واخوك يعصي فيكي، لك شو طالب ايدي؟ لازم احكي مع فهد، بكفي حاجتنا بقى. خليهم يتربوا هن الاثنين حتى بحياتهم ما عاد يعيدوها. خليهم يعرفوا ان الله حق، وانه الحرمه وجوزها لازم يكونوا صندوق مسكر ما حدا يعرف شو في بيناتهم بنوب. يلا يا مو خفوا رجلكم اوعكم. يا مو شاهر، يا مو نحن رايحين، بدك شيء قبل ما نروح؟ لا يا مو سلامتك. يلا يا مو. وانت وين رايحه؟ رايحه معنا يا مو، والله طق قلبها وهي محبوسة بهالبيت. لا يا مو، ما بصير تروح. برضاي عليك يا أمي، خليها تروح معنا بس هالمرة. يا مو، طول ما لها على عصمة جوزها ما لها طلع برات هذا البيت. بس تتطلق بأخديها وين ما بدك. يا تقبروني على هالسمعة، شو تتطلق؟ يعني إيش كان جوزها بدي يطلقها أنا بقدر أمنعه يا مو؟ ولا شو بدكم يعني أعمل؟ قلت له لا تطلقها ولا روح ترجع له مشان الله رجعها؟ عال والله. بدنا نمر لعند ام ادهم لانه مشان ناخذها معنا. يا ام ادهم ما بتروح؟ ايه ما بتطلع من بيتها غير لعند اهلها. تقبليني انا اول امبارح شفتها قالت لي اذا بدكم تروحوا لعند بيت ام وضع بدي اروح معكم. يلا يا مو يلا ارخي عن وشك ارخي. الله يعافيك يا مو. قومي بلا فهمية، قومي لشوف، قومي اعطي هالولد لامه ويساعدي امك. يلا ولا تعودتي على هالشغل الشغل بهالكم يوم. يوه اخي انت ما عم يعجبك شغلي. ما عم يعجبني شغلك، ما هيك بدك اياها من الله انت. يلا قومي لشوف يلا. حاضر حاضر. معناتها ابو حدو بالطاحونه مشان هيك راجع تتغدى هون، ما هيك يا مو؟ ايه يا مو ايه، ابو حدو هنيك يا مو. وما عرفت منه على شو ناوي؟ ينوي على شو ما بده؟ شو قلنا عنده نحن يا مو؟ والله ما بعرف شو صار له هالرجال، انقلب فوقاني تحتاني، والله أنا بعرفه غير هيك. أمي الزلمة بيعرف شغله، يصطفل، مثل ما فهمت منه إنه كمان اليوم في عنده مشوار. يعني أمي ما عرفت اللي منه لوين رايح؟ وين مشواره؟ ما فهمت منه أمي، ما فهمت، ما سألته بعدين، بس اللي فهمت منه إنه هو رايح اليوم مسا مشوار. بقى أنا بدي روح نام بالطاحونة، لأنه الأجير ضعفان وعمر ما بيترك لحاله. طيب أمي يقضي مشواره ويرجع ينام بالطاحونة؟ ما بيقدر أمي ما بيقدر، لأنه قال لي أنه بجوز يجي من هذا المشوار يكون معه ضيوف ويناموا عنده بالبيت. ضيوف؟ ويناموا عنده كمان؟ إيه يا مو إيه، الزلمة حربي بيته شي. ضيوف ويناموا عنده كمان؟ معقولة؟ والله يا أمي هلا أبو حدو عم يطبخ طبخة الله يجيرنا منها. يطبخ شو ما بده، شو بدنا فيه؟ يلا حطونا غدا نشوف يلا. يلا يا تقبلني يلا. Thank you.
كرة صندوق الخلق الملائكي. الحمد لله، الحمد لله اللي الله كرمني فيك وشعلك حلالي. شو أنا شهورتي؟ نسيت إني صرت ببيتك ابن عمي. الله لا يحرمني الصباح. الله لا يحرمني منك. صباحي مبارك. الله يبارك فيك. قومي قومي نعود برد الديار. اسمعي لي صوت العصافير. الله لا يحرمني يا من إلهي. سبقني لاحقتك. قومي قدامي اجري على اجريك. تسبقني بس لغير أوعيي. لك قومي البسي قدامي. شو فيها؟ يو ما بصير. لك شو يصير ما يصير؟ والله مستحي. لك أنا هلا صار جوزك. جوزك على سنة الله ورسوله. قومي. لك قومي. يلا هانيت كلها ساعتين ثلاثة وبتكون عندي. يا شهيرة شهيرة. حاضر أخي. الله يرضى عليك يا أختي. فوتي بتغطي لي حالك وترسي لي حالك على 24. اليوم المساء بدي بعتك مشوار أنت وأمك لعند جماعة أكابر. عن جد أخي؟ ايه عن جد. لك عم بمزح. مين هنون هدول الجماعة؟ خلاص شو بدك المساء بتعرفي؟ حلوة؟ العروس حلوة؟ لك أنا عروس هي؟ أخي مو بدك تبعتنا مشان نشوف لك العروس؟ خلاص أختي روحي أنت زبطي لي حالك بدي إياك تبيضي لي وشي اليوم. ها ومين هن هدول الجماعة يا مو؟ المساء بتعرفوا يا مو. شو هذي شو بيها هي؟ إن شاء الله ما تبلغ. أحلى بحده. يا مو شاهر. يا مو تقبلنا هي نحن صرنا جاهزين. اللي وين بدك يا نارو؟ يوف مين جاينا هلا؟ هي جانا ضيوف يعني ما في روحة. لك هي خارج إلا روحي شوفي. روحي شوفي مين. روحي مين؟ عم حدو مين رجال هذا هلا؟ ليلو شاهر مو هو؟ استني فهمية استني شوي استني شوي. يا مو برضاي عليك شوف شو بده بركة جاي يرجع اختك على بيتها. لا يا مو مو وقت هلا. امي برضاي عليك تشوف شو بده. هيك قلتك؟ ايش وعلي؟ بنشوف شو بده. فوتوا لجوا انتوا فوتوا يلا نشوف. يا الله لك تقبر قلبي شو حنون تقبرني. عليها بعدو يا فهد. شايف فضل شريف. الله لا يحرمني. يلا يلا مثل ما قلت لك بحدو هالحكي اللي اتفقنا عليه انا وياك بدي منك ما تنسى ابنه. وش كان بتعمل مثل ما عم اقول لك ترتاح طول عمرك. الله لا يحرمني اياك يا فهد. رح ساوي مثل ما بدك على دوز بارا. اوعك ما بدي اياها تعرف ولا شيء من اللي حكيناه. اعوذ بالله. شو تعرف ما تعرف؟ ايه يا بحدو عرفت بقى هلا شو الموال اللي كنت انا عم اغنيه. ايه والله عرفت يا فهد. بس اللي مطير لي قالي انت لهلا مالك متزوج وعزابي. لك شلون قافر هي النسوان؟ لك شلون تفهم عليهم شو اللي بضحكهم شو اللي بيفرحهم شو اللي بزعلهم؟ الدنيا بتعلم لك أم حدو. الله لا يحرمني ياك يا فهد. يا مو هذا صهري أم حدو. ايه يا مو جاي مشان يرجع شهيرة. وشو قلت له؟ قلت له لنشوف مش كان شهيرة بدها ترجع ولا لا. ايه يا مو هي جوزك جاي يرجعك على بيتك، شو رأيك؟ مثل ما بدكم يا مو. بس المشكلة إنه إذا رجعت هلا بدي أتأجل مشواركم، وبخاف بكره شهيرة ما تقدر تجي. لا أخي، بيجي بيجي أنا بكره. قومي لك أنا قومي، قومي ضبي غراضك جوزك عم يستناك بالمضافة. سكي يا مو، سكي حدا، اصحى كيفيق يا مو. شهيرة وقفي خدي حلقاتك. لا أختي ما بدي إياهم. إيه لا أختي لا، تعي خديهم عم بمزح معك تعي. لك شو صار لك؟ لك بنتي شو صار لك؟ لاحقة محدو لاحقة تروحي على بيتك. لك نور البيت. لك نور. الله لا يحرمني. يا أهلين ويا سهلين.
لك يا أهلين ويا سهلين، إن شاء الله ما تبلع المشي إلهي. وأنا كمان ابن عمي. عام هالعفريتة أخذت مني جوزين الحلق ولبستهم. يا ستي ما في غير فهمية طالع من خرجيك. على قد ما كانت مدللة عند أبي الله يرحمه. الله يرحمه. وعلى قد ما كان يوصينا فيها مشان هيك ما حدا بيزعلها. شهورتي. إيه ابن عمي. مالك علي يمين، رح أجيب لك نفس الجوزين الحلق مشان تلبسي يا هون. ايه والله تسلم لي عينها، طول قعدتي عندهم حده ما نزل من على ايدها، طول الليل والنهار حاملته، بتحبه بتموت عليه. لك شهورة. ايه ابن عمي. لك الله لا يحرمني هالوش الحلو، لك قمر قمر. بستحي انا ابن عمي. لك الله لا يحرمني اللي بستحي. ايش بدي من نقضيها طول الوقت على المرايه؟ رح يطلع الضو. لك تعي شحني خلصت ابن عمي.